هذا المشجع الصديق العزيز اسمه الأستاذ أو الدكتور مصطفى عبد الخالق. مصطفى عبد الخالق سافر ألمانيا وعمره 18 سنة، يعني عنده قصة كفاح ونجاح من حوالي 25 سنة. هنا بتكلم عن شخص مصري، مواطن مصري، حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فرانكفورت. بيمتلك مطعم في ألمانيا بيقدم من خلاله وجبات بنصف تكلفتها للمرشدين واللاجئين، يعني عنده بعد ومشروع إنساني طول الوقت، ووسائل الإعلام الألمانية هي اللي اتكلمت عن جهوده أشادت بمبادرته. خلينا نقرب أكتر عبر زوم من ألمانيا الدكتور المصري مصطفى عبد الخالق المشجع الزملكاوي الذي أثار الجدل ولفت الانتباه. أهلا وسهلا يا دكتور مصطفى. ازيك، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور مصطفى. دكتور معلش انا الصوت عندي ضايع شويه عشان امبارح كان في ماتش. سلامتك. يعني ده التشجيع ولا ايه؟ من التشجيع. طب كنت في اي مدرجات؟ عملت ايه؟ طبعا متوصي ان اقول كلام يريح الناس. مين اللي وصاك؟ اصحابي طبعا. انا عائلتي واصحابي كلهم تقريبا اهلاويه، زي نسبه مصر اللي هي 80% اهلاويه. انا بدعي ان لازم يبقى صادق، مش زي كتير من الزملكاويه اللي يقولوا ان احنا نص نص. وانت ما كنتش اهلاوي في وقت من الاوقات؟ احنا نص نص ولا ايه؟ لا طبعا مصر 80% ل 20%، بس العمليه مش بالعدد. كل الجماهير تحترم. اتفضل. انت غيرت اساسا كمان يا دكتور مصطفى، على حسب ما فهمنا انك كنت في يوم من الايام اهلاوي قبل ما تبقى مشجع زملكاوي ومتعصب كمان، صح؟ حضرتك انا تقريبا لرابعه ابتدائي كنت اهلاوي بعد كده، وانا طفل طبعا زي بقيه اطفال مصر، كنا بنكره ام كلثوم وفريد الاطرش والناس دي كلها، وكلنا كنا بنحب الاهلي. بس لما كبرت شويه بقيت عاشق لام كلثوم وبقيت عاشق للزمالك. حقك. وايه اللي غيرك؟ طيب بتشوف، انا اسف يا دكتور مصطفى، غيرني يا فندم. دايما دايما حته يمكن مرجعيتي السياسيه هي القوميه العربيه او الاشتراكيه او العد، هي بتفرق معايا كتير. وانا لقيت اتربيت في مصر في كان ماتشات الاهلي دايما في الوقت الضايع، الله يرحمهم محمد حسام الدين والكابتن عثمان، كان بيتحسب بالانتي للزمالك للاهلي في الوقت الضايع، او مره واحده كده كل الاولمبي والالومنيوم والمنيا وكل والسويس والناس البسيطه دي كانت دايما بتغلب الاهلي في ماتشات كتير، ودايما بيحصل الصدفه العجيبه دي. دي خلتني اصور افكر تاني في الموضوع. طبعا ده كلام متحفظ عليه، وان لو رجعنا للمباريات ونشوف مين اللي بتحسب له ضربات جزاء هنتكلم، بس دي مش قضيتي خالص. انا مش عايز اخليها اهلي وزمالك. لماذا ذهبت الى كازابلانكا الى مركب محمد الخامس، ولماذا توجهت الى المطار واستفزيت لاعبي وجماهير الاهلي؟ عندي حريه يا فندم احكي. طبعا زي ما انت عايز. حضرتك انا حاجز تذاكر المغرب من اكثر من شهر. في عيله مغربيه، البروفيسوره مغربيه ساعدتني جدا في الدكتوراه بتاعتي واليوم فضل عليا كتير، بنتها كانت بتتجوز. رحت المفروض الفرح يوم السبت، وجت صدفه تحديد ماتش الاهلي تقريبا من اسبوعين ثلاثه، وفي ماتش برضه المنتخب مصر تقريبا كمان يومين، وبقالي كتير قوي ما خدتش من الشغل اجازه. اللي شغالين معايا ادوني اجازه وقالوا لي غور في داهيه عشان بقالي كتير ما خدتش اجازه، ورحت خدت اسبوع والحمد لله حجزت. وانا في المطار انا طيارتي وصلت الساعه 7:15، طيارة الاهلي 7:25، وعلى فكره الحجز الاول انا حاجز من شهر. تمام. هي جت صدفه. مشجعين الاهلي نزلوا الوداديه، يعني حضرتك لو احنا نقول مصر بيحبوا الكوره، المغاربه مجانين كوره. تمام. يعني بقول صحيح، الناس دي فعلا كوره عندهم وضع مختلف خالص يعني. تمام. بياكلوا ويشربوا الناس دي، وشعب كريم جدا. المهم في واحد من جماهير الوداد، في زميله تاني مغربي اسمر من الصحراء، قال له يا شيكا يا شيكا بالا، وعايزين يتكلموا مصري زينا. ايوه. دي استفزت واحد من جمهور من بس الاهلي، مش عارف جمهور ولا شيء كده، راح شتمه شتيمه من بتاعتنا اللي هم ما بيفهموهاش. كويس. ده خلاني ان انا ضيوف عند الناس ده اقول له، ورديت عليه.
ومن الوقت ده انها جاي صدفه في نفس المكان، وكنت جايب علم الزمالك وعلم مصر عشان كان في اللي كان كل منزليه، كنت مرتبه ان اروح الماتش الوداد، وكنت عارف عادي جدا عشان الاهلي العظيم برضو كان فيه جمهور من المريخ السوداني وهو في ماتش الهلال، وجماهير الاهلي شيرته وعملته بطل وهو جاي يشجع مصر دوله ثانيه. جت الصدفه وانا خارج فن اتحدى اي حد يبين لي في الفيديو اللي ظهر لي ان انا وجهت كلام لاي لاعب من الاهلي او اي حد من البعثه. انا كنت واقف بره حضرتك بعلم الزمالك وفي ثلاثه مغاربه الناحيه الثانيه عمالين يشجعوني. ودي الفتره الوحيده اللي كان منظري فيها بكلم ناس، بس ما كانوش اهلاويه، كانوا ناس وداديه من الجمهور المغربي. بس والاهلي خارج انت كنت قاعد تقول الوداد 4-0 الوداد. هو يا فندم انت حضرتك قلت لي انا ما بلومكش، انا بحكي لك عشان نشوف الطرف الاخر لما اتعامل معاك بشكل ازاي استفزك. لازم نبرر. طب تصريحاتك اللي بعد كده اللي قلت انك جاي مخصوص فيها من اجل هذه المباراه ممثلا لرابطه الزملكاويه في المانيا. بص يا فندم، انا جيت يعني الحجز اصلا كان لموضوع الفرح وبعد كده موضوع الاهلي. قررت ان احضر ماتش الاهلي وماتش مصر بتاع غينيا، بس طبعا من اللي حصل ده واكتر حاجه في حياتي اثرت فيا هو الموقف الكام دقيقه دولت. ايوه اكيد طبعا ممكن حضرتك يعني تتفهم الموقف ده. طبعا. وبعد ما خرجت حضرتك بكره الاهلي، ما بحبش الاهلي بقى، يعني بيتهيألي مش عارف ده حقك، انت حر. انا مسموح طبعا. كل تمام. حاجه مسموحه، دي مشاعر. تمام. والوحيد اللي وجهت ليه كلام هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، وانا برفع العلم للناس، قال لي انت بترقصي حلو قوي. قلت له الوداد هيرقصكم، وكنت عندي احساس ان الوداد هيغلب، وكنت اتمنى ان الوداد يغلب. تمام. عشان نعم يا فندم اختيارك. تمام طبعا. علشان كده حضرتك رديت عليه بالرد الوحيد، واتحدى ان اي فيديو ظهر ليا لعيبه الاهلي كلها صورتني انها وجهت كلامي او نظرت لاي لاعب من لاعب الاهلي من لعيبه الاهلي وبتكلم عن الزمالك والوداد. تمام. بيتهيألي الوداد والزمالك ليهم حق ان هم يحبوا بعض ويساندوا بعض. وبيتهيألي كعنصر من عناصر الزمالك او يحسب على الزمالك، مع اني مش لعيب كوره ولا انا بتفرج بس على الزمالك لما شيكابالا يلعب. انا موهوم بشيكابالا، شيكابالا ده اعظم لاعب خلقته مصر يعني. بس ده حاجه ثانيه. انا مش متحضر يعني، ماليش قوي في الكوره زي ما الناس شافت الوضع كده. بس أيوة. الموقف للاسف والاهانه بتاعت شيكابالا اللي حصلت وجمهور الاهلي واحداثه مع شيكابالا هي اللي وترت الوضع. والموضوع يا فندم على كده. ايوه. الى ان اسمح لي بقى يا خيري. اتفضلي. الى ان المطار، يعني هي صدفه وانت رايح كانت الطياره بتاعتكم بينهم وبين بعضها 15 دقيقه تقريبا، 25 دقيقه، وانت راجع كمان المقابله في المطار مع فريق النادي الاهلي والحاجات اللي حصلت فيها، انت اشرح لنا اولا ايه اللي حصل، ثانيا دي كمان كان حجز مسبق يعني صدفه بحته؟ والله 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 صدفه بحته. السفر صدفه بحته. والبعديه انا كنت رايح المطار قبليهم بكتير، وكنت مستني عند الكاونتر بتاع طيارتي عشان لما يفتح. عشان طبعا بعد ما الوداد اتهزم سافرت على المطار على طول، خدت تاكسي ورحت المطار على طول. قررت ما تتفرجش على ماتش مصر؟ لا لا طبعا حضرتك. انا خسرت ناس كتير جدا بسبب الموضوع ده. انا قررت طبعا مش هينفع طبعا.